السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم إن شاء الله راح نديرو طاجين المشمش. هو طبق جزائري عاصمي تقليدي يجي بزاف بنين. نبداو بسم الله. لهنا في لاكوكوت تاعي عندي مرصو تاع اللحم، وانتو ما تقدروا تستبدلوا اللحم بالجاج عادي تانيك يجي بزاف بنين. نضيف عليه 4 مغارف كبار تاع الزيت ونخلي هذاك اللحم يتقلى مليح، يعني حتى يطلق لي هذاك البنه ديالو. في هذه المرحله نضيف حبه بصل تكون متوسطه الحجم مسكرفجه كيما راكو تشوفوا، ونخليها تتقلى لي مليح مع اللحم ديالي. لازم تقليه مليح باسكو الطياب ما راهوش حاجه كبيره، ولا فيه زوج اسرار باش تجيكم المرقه تاعكم بنينه ولا طواجن تاعكم يجو بنان. عندكم زوج اسرار فقط. اول حاجه انك تقلي مليح، لازم البصل في هذه المرحله والمكونات في هذه المرحله تقليهم مليح. وثاني كي تمرقي الطاجين تاعك ما تكتريش الماء، الماء هو اللي يصمط الماكله. هذا ما كان، شوفوا البصل تاعي كيفاش ولا، يعني راه تقلى لي كامل. بالنسبه للمبتدئات اللي ما يعرفوش، نضيف عليها نص مغرف صغيره تاع الملح، على راس المغرف فلفل الكحل، وشويه تانيك تاع القرفه على راس المغرف قرفه. هذا واش فيه هكا، ما تكتروش بزاف لي زيبيس باش ما يروح لكمش البنه تاع اللحم. هكا ونقلي كامل كيف كيف. في هذه المرحله صايي قلو غير شويه باش ما يتحرقوا لكمش لي زيبيس تاعكم. ونضيف عليهم كمية تاع الحميصة، وراح نمرق. من الأحسن تمرقوا بالماء يكون سخون من الأحسن، وشوفوا يعني ما تكتروش بزاف الماء، غير تشوفوا اللحم تاعكم قريب يتغطى صاي تماك تحبسوا. هكا ونغلق لاكوكوت تاعي ونخليها حتى تطيب. نمرو نوجدو لي بولات تاوعنا. عندي كميه تاع لافيون داشي، وانتوما تقدروا تعوضوها بالبولي اشي يعني عادي. نضيف عليها حوالي 1/4 حبه تاع البصل مرابيا، نص مغرف صغيره تاع السمن، واللي ما عندها السمن دير المارغارين، انا درت مارغارين، شويه ملح شويه فلفل الكحل شويه قرفه، يعني واش درت في المرقه ندير في الحشو. وراح ندير شويه تاع لا شابلور، راح يخلي لنا لي بولات تاوعنا يجو خفاف. وراح نضيف عليهم حبه بيض ضربتها، ما تضيفوهاش دفعه واحده، ضيفوا بشويه على حسب كميه اللحم اللي عندكم. انا درت نص حبه بيض كفاتني هكا، ونبدا هكا نعجن فيها. لهنا كنت نسيت المعدنوس، رحت جبتها. شوفوا معدنوس ما تنسوهاش، طلق لنا بنه هايله. هكا ونخلط كامل كيف كيف، يعني نعجن مليح في هذه المرحله، عجنوا مليح باش ما يتحللكمش كي ديروهم في المرقه. وعندي لهنا كميه تاع اللوز. هذا علاش يعيطولو طاجين المشماش، يعني يحشيوه بحبه تاع اللوز. كي هكا تكونوا تاكلوا فيها تلقاو هذيك الحبه تاع اللوز، تحسوها اون ديغي حبه تاع المشماش. وهذه الخطوه تاني تقدروا تستغنوا على حبه هذيك تاع اللوز. وهكا نبقى نخدم فيهم. وتاني ملاحظه، ديروهم صغيورين ما ديروهمش كبار بزاف، يعني قد الحبه تاع المشماش تجي صغيوره. ونكملهم كامل بنفس الطريقة.
هذه هي الكميه اللي طاتها لي. واش راح ندير؟ راح نعاود نديرهم في المرقه بعد ما يكون اللحم تاعي طاب، يعني طاب بنسبه 90%، يعني يقعد له غير شويه. شوفوا يعني المرقه تاعي راهي ما شاء الله. هكا ونغلق عليهم مده 10 دقائق راح يكونوا واجدين. اللي هنا بعد ما مرت لي 10 دقائق نجي نفتح لاكوكوت تاعي باش نشوفوا لي بولات تاعنا. شوفوا يعني المرقه هذيك راهي ما شاء الله تجي مريقه غير شويه. نحي هذوك لي بولات نحطهم جانبا. شوفوا هذيك المرقه كيفاش جات خطره، جات ما شاء الله. نجي لهنا نحكم هذيك النص حبه تاع البيض، اذا كانت عندكم كميه كبيره زيدوا حبه لهنا في هذه المرحله. نضيف عليها شويه تاع الملح، شويه فلفل الكحل، ونضيف عليها شويه تاع الكركم. لهنا الكركم علاش؟ على جلت اللون باش يمد لنا لون يجي اورانج، يعني المشمش نعرفوه بلي اللون تاعو اورانج. ونضيف عليهم وحده مغرف كبيره تاع الفرينه، نخلط كامل كيف كيف. شوفوا لهنا يعني جاتني عقده بزاف، راح نخففها بشويه تاع الماء. من توما ننصحكم تخفوهاش بالماء، خفوها بلا صوص ولا هذيك المريقه اللي طيبناها راح يكون احسن. اكو تعرفوا مع الصيام الواحد من داك تلفلو كامل. هكا هذا هو القوام تاع الخليط تاعي. شوفوا كيفاش يجي، شوفوا واللون تاعو يجي اصفر. وراح نرمد فيونداشي تاعي بهذا الشكل. ونقليهم لهنا في زيت يكون سخون هكا حتى نقليهم كامل. هنا صاي راهم طابوا، راح نحيهم. وبالنسبه لهذاك البيض والفرينه اللي قعدنا هكا في البول راح نضيف عليه شويه تاع المرقه، نخلطه مليح هكا ونعاود نرجعوا للمرقه تاعي. راح يختر لي المرقه تاعي. ولهنا راح نسقي معاكم يعني طريقه التقديم حتى تكونوا راح تاكلوهم باش تجوا تحطوهم. عاودوش ترجعوهم لاصوص هادوك لي بولات بهاد الشكل. دير صاير داير بهم، ندير هذاك اللحم في الوسط كما راكو تشوفوا، ونسقي بهذيك لاصوص ولا هذيك المريقه. انا لهنا كان قريب يأذن يعني مع المغرب، سي بوغ سا الاضاءه راهي شويه ناقصه. نضيف عليهم شويه تاع المعدنوس وشويه تاع القارص، والطبق تاعنا يكون واجد بهذا الشكل. هادوك لي بولات يجوا بزاف طريين، تلقاو هذيك اللوزه هذيك من الداخل يجي ما شاء الله. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم صحه فطوركم، صحه سحوركم، سلام.